رئيس نادي اهلا الانتاج حضرتك، الحربي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. طيبه، تحياتي ليك ولكابتن هاني، وبشوف على البرنامج الجديد، ويا رب موفقين دايما ان شاء الله. مشرفنا دايما ومنور البيت، النادي الاهلي البيت الكبير. خلينا نطمن من حضرتك على احوال الفريق، وصل لايه بعد طبعا خبر اصابه عدد كبير من اللعيبه، والحمد لله الاخبار تتوالى ايجابيا بان الفريق يعود تاني بصحه جيده. طمنا على الفريق يا فندم. والله يا كابتن هاني الحمد لله، طبعا احنا كنا عملنا مسحه امبارح، وبفضل الله يعني عدد كبير من اللعيبه الحمد لله بقى سلبي، وكابتن مختار الحمد لله سلبي، والامور الحمد لله افضل طبعا بكثير من الاول. وان شاء الله في خلال يعني 48 ساعه الجايين دول او 72 ساعه بالكثير هنعمل مسحه ثانيه لبقيه اللعيبه اللي اطمن عليهم، ونتمنى ان شاء الله الفريق بالكامل يكتمل، يعني عشان انت عارف الوقت خلاص بقى بالنسبه لنا صحيح جدا يعني. صحيح، ويمكن من الحاجات الايجابيه جدا ان نادي الانتاج الحربي كان من اول الانديه اللي بتدعم قرار الدوله بعوده الدوري. يمكن كان من فترات كنا بنشوف بعض الانديه عندها بعض التحفظ، او لكن الانتاج الحربي اعتقد كان من اول الانديه وبدا فعلا يشتغل على الاجراءات الاحترازيه، وبدا يشتغل على بشكل كبير جدا على الحفاظ طبعا على صحه اللاعبين والاداريين والمدربين، وعلى الجانب الاخر الاستعداد الجدي من خلال مباريات ومن خلال البرنامج اللي حطه كابتن مختار مختار. والله كابتن احنا من البدايه طبعا احنا كنا طبعا داعمين جدا لقرار عوده المسابقه ودعم قرار الدوله، وخدنا كل احتياطات الاجراءات الاحترازيه والتزمنا بيها، ويمكن عملنا اول اربع مساحات كان الحمد لله بالكامل كانت نتيجه سلبي، لحد ما جينا المسحه الخامسه وعملناها وسافرنا المعسكر في شرم الشيخ. ولكن يبدو برضه احنا عملنا المسحه واللعيبه بتروح بيتها ثاني يوم وبتيجي ثاني يوم عشان المعسكر، وارد يكون حد من اللاعبين اصيب هو ما يعرفش، طبعا بالنسبه لنا كان سلبي وقعد مع زمايله، فحصل طبعا الاصابه في المعسكر كانت نتيجتها الرقم اللي كان مخيف ده، ولكن احنا تعاملنا مع الموضوع يعني بالجديه المطلوبه وبالصرامه المطلوبه، وعزلنا الولاد وخدوا العلاج المطلوب، والحمد لله يعني الامور بتتحسن بشكل كويس، ونامل ان شاء الله الفتره اللي جايه ان الفريق يكتمل، وان شاء الله نقدر نعمل ماتش ود ولا حاجه قبل انطلاق البطوله باذن الله يعني. وكده كده يعني عندهم بقى فتره الاجازه ديت ال 48 ساعه على الاقل، فالناس تبتدي كلها يعني تقعد بقى في البيت تستعد للي جاي ان شاء الله. اه طبعا احنا طبعا الفتره اللي جايه طبعا لحد المسحه اللي جايه فهم ملتزمين في البيت وبرضه الاجراءات المطلوبه، ونامل ان شاء الله تبقى الفتره اللي جايه مفيده، وبيت اللعيبه ترجع ان شاء الله تتعافى وترجع تضم مع الفريق يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكل الفرق الدوري وخاصه الانتاج الحربي طبعا بقياده الكابتن الكبير كابتن مختار مختار كل التوفيق، انتم ماشيين بشكل كويس وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. احنا كابتن هاني طبعا اتوجه بالتهنئه لمجلس اداره النادي الاهلي على الطريقه الجديده لهذه القناه الواعده والنيولوك الجديد بتاعها، ودائما نرب النجاح للنجاح وبالتوفيق ان شاء الله ليكم جميعا. اشكرك يا فندم. شكرا ست لو، شكرا جزيلا ليك.